السلام عليكم واهلا وسهلا على كل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بالف صحه وخير، منورني دايما منورين قناه عالم منوعات. اتمنى لكم يا رب دايما الصحه والخير والسعاده ان شاء الله باذن الله، وتكونوا يا رب في احسن حال. طبعا تعليقاتكم كتيره جميله وبتعجبني، ربنا يخليكم ليا. شكرا طبعا على تشجيعكم ليا ان انا اقدم لكم كل الفيديوهات الجديده. طبعا النهارده عاملين حلقه بسيطه كده او فيديو صغير كده، طبعا هيفيد كل البنات ان شاء الله باذن الله. طبعا فيديو النهارده يا بنات، حابه قبل ما ابداه يا ريت ما تنسونيش في اللايكات والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات ان شاء الله بالفيديوهات الجديده، وتكونوا انتوا اول ناس بتستفادوا بيها وبتشوفوها عندي على القناه ان شاء الله باذن الله. طبعا تعالوا نشوف معانا فيديو النهارده هيتكلم عن ايه. علامات انجذاب الرجل ليكي. يلا يا بنات نعرف معانا ازاي الرجل هينجذب ليكي، او ازاي انتي تعرفي ان الرجل منجذب ليكي بطريقه سهله جدا وبسيطه ان شاء الله باذن الله. هتعرفي معايا النهارده وفي فيديو النهارده ازاي الرجل ازاي اساسا، او ايه العلامات اصلا اللي هتبين لك ان الرجل فعلا مشدود لك ومنجذب ليكي ومعجب بيكي جدا جدا جدا. بحاجة بسيطة خالص خالص ان شاء الله بإذن الله هتعرفي على طول. بس اتمنى تسيبولي لايك في الفيديو عشان لو الفيديو عجبك واستفدتي منه غيرك برضو يا حبيبة قلبي يشوفه ويستفاد بيه ان شاء الله بإذن الله. يلا بينا نعرف ايه علامات انجذاب الرجل، او ايه علامات الرجل اللي بيكون معجب بواحدة، او ايه علامات الانجذاب لواحدة، يعني لما يكون الشخص معجب بواحدة. اول حاجه هتلاحظي عليه ان هو على طول بيتصل عليكي، على طول عايز يعرف اخبارك، على طول عايز يطمن عليكي، يبقى لسه مكلمك من شويه تبصي تلاقيه متصل عليكي تاني. حتى لو اتصل وانت ما ردتيش في المره الاولانيه هيتصل عليكي تاني ويكلمك، هيكون مصمم انه فعلا عايز يتكلم معاكي. هتلاقي انه بيتصل كتير اغلب الوقت، عايز يطمن عليكي، عايز يسمع صوتك، عايز يتكلم معاكي. هتلاقيه على طول باستمرار بيكلمك، بيحاول يطمن عليكي، بيحاول يتصل عليكي، يحاول يعرف ايه اخر اخبارك، يحاول يطمن عليكي على طول. فده طبعا علامه تدل على انه منجذب ليكي ومعجب بيكي جدا جدا. دي كانت اول حاجه معانا. تاني حاجه معانا يا بنات برضو من علامات انجذاب الرجل للمراه، او ان هو معجب بيها قوي قوي، هتلاقيه ان هو عايز يشوفك دايما، عايز يشوفك على طول، مناسبه غير مناسبه هتلاقيه برضو انه عايز يشوفك على طول. حتى لو هو مش في المكان اللي انت فيه هيقول لك انت فين، طب انت فين دلوقتي، وهتبصي ممكن يعني تبصي تلاقيه واقف قدامك في الوقت ده، هتبصي تلاقيه موجود في نفس المكان اللي انت فيه، وهيقول لك هيخترع لك اي حاجه، هيقول لك مثلا والله ده انا جاي النهارده في المكان ده عشان مثلا واحد صاحبي كان قال انه هيقابلني النهارده في المكان ده برضو، هو اصلا جاي عادي من غير اي مناسبه ولا حاجه، بس هو جاي مخصوص عشان خاطر انه يشوفك وكده. هتلاقيه على طول عايز يشوفك قدامه يعني، وعايزك على طول تبقي معاه. ده طبعا علامه برضو من علامات انجذاب الرجل للمراه، وان هو قد ايه معجب بيكي. طيب تالت نقطة معانا، ان هو هتلاقيه ان هو بيركز في اقل التفاصيل، يعني بمعنى اصح تفاصيلك الهبلة، بمعنى اصح تفاصيلك يعني اللي هي مش مهمة، يعني ان مش اي حد تكون مهمة بالنسبة له، التفاصيل خايبة يعني بمعنى اصح. هتقولي له مثلا والله ده انا والله بحب القطط مثلا، مثلا بخاف من القطط مثلا، هتلاقيه ان هو مهتم جدا جدا بكل تفصيله، حتى لو كانت تافهه، حتى لو كانت بمعنى اصح تفصيله صغيره خالص خالص انت قلتها له، هتلاقيه ان هو مركز فيها قوي قوي حتى في اداء التفاصيل. مثلا والله ده انا بحب القطط قوي، ده انا بخاف منهم قوي، انا بحب القهوه بكره القهوه كده، يعني هتلاقيه ان هو مركز في اداء تفاصيلك يعني اللي انت قلتها له قبل كده. دي طبعا حبايبي برضو علامه من علامات اعجاب او انجذاب الرجل للمراه. رابع نقطه معانا حبايبي، هتلاقي ان هو دايما زي سبورت ليكي، دايما بيشجعك، دايما بيدعمك، هتلاقيه كمان انه بيحاول على طول انه بيجتهد انه يساعدك، عايز يشوفك ان انت مبسوطه، عايز يبقى سبورت ليكي، يدعمك ويشجعك باستمرار، يديكي يعني معنى صح دفعه كده للامام، شوفك انت مهتمه بايه، ويحاول يركز عليه معاكي، يحاول يساعدك فيه، يحاول يشجعك فيه. طبعا دي برضو علامه من علامات انجذاب الرجل، ودي طبعا على فكره نقطه مهمه جدا جدا، ودي كمان بتكون بدايه حب، يعني ممكن الاعجاب ده يدخل في حب يعني، بالذات في النقطه ديت ان هو يعني بيكون بيحاول ان هو يشجعك وعايز يكون سبورت ليكي دايما. فدي برضو علامه من علامات انجذاب الرجل للمراه، وممكن الحب ده الاعجاب ده يتحول لحب. خمس نقطه معانا حبايب قلبي برضو عايزه اقول لكم عليها مهمه جدا جدا،
على طول هتلاقيه ان هو بيحب يشوفك على طول، بيحب يشوفك باستمرار حتى لو انت بعيدة عنه. هيقولك مثلا ابعتي لي طيب صور ليكي، انا حابب اشوفك على طول طول الوقت، عايز اشوفك على طول قدامي، نفسي مثلا في صورة ليكي وانت مثلا قاعدة مع اصحابك، وانت مثلا خارجة، وانت في النادي، وانت بتاكلي دلوقتي. المهم انه عايز يشوفك وخلاص بأي شكل. دي برضو علامة من علامات الاعجاب، وعلامة كمان ان هو بداية دخوله في الحب برضو، ان هو عايز يشوفك على طول باستمرار، عايز اي صورة ليكي دليل برضو على انه عايز يشوفك على طول ومعجب بيكي جدا جدا. سادس نقطة معانا يا حبيبي، هتلاقيه ان هو مركز في كل حاجة انت بتعمليها على المواقع التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا. نزلتي ايه ستوري النهاردة، ونزلتي ايه على صفحتك على الفيسبوك، عملتي ايه في السناب شات، عملت ايه على الحلقه، ايه على الواتس، كل ده هتلاقيه مركز في ادق التفاصيل اللي انت بتعمليها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، برضو دليل على انه معجب بيكي قوي قوي. وكمان هيعلق لك مثلا لو شاف حد معلق لك ولد او كده، هقول لك طب ده مين، طب انت مثلا تعرفيه منين كده، يعني ايه بدايه الغيره وكده. هتلاحظي برضو ديت في كلامه، وهتلاحظي مثلا ان هو عايز يدخل في ادق التفاصيل في حياتك اليوميه على طول باستمرار، وعايز يعرفها. سابع نقطة معانا برضو يا حبايبي، هتلاقيه ان هو بيعبر عن اشتياقه ليكي، يعني مثلا هيقولك انت النهاردة وحشتيني جدا، والله انت يا بنتي ليكي شوقة مثلا، يعني ليكي شوقة، انت وحشاني جدا النهاردة وعايزة اكلمك، كان نفسي اكلمك من بدري. طبعا كل العبارات دي حبايبي بتعبر برضو على انه منجذب ومشدود ليكي جدا جدا ومعجب بيكي قوي قوي، هيعبر لك عن اشتياقه برضو. تامن نقطة معانا برضو حبايبي، علامات برضو بتدل على ان الراجل منجذب ليكي ومعجب ليكي، معجب بيكي جدا جدا برضو. على طول كده هتلاقي اول ما يشوفك يبتسم، يعني الراجل اللي معجب بواحدة فعلا وحاسس ان هو منجذب ليها فعلا، هتلاقيه انه على طول اول ما بيشوفها بيبتسم. قاعدة معايا مثلا عينه جت في عينك، برضو هتلاقيه ان هو غصب عنه بيبتسم، يبتسم على طول اول ما يشوفك قدامه. دي طبعا برضو علامة من علامات انجذاب الرجل، وبتكون برضو بداية في دخوله في مرحلة الحب، مش الاعجاب بس. يعني هتلاقيه ان هو على طول اول ما عينك تيجي في عينيه هتلاقيه بيبتسم وفرحان ان هو قاعد معاكي، وده طبعا بتبقى حاجة لا ارادية، يعني شعور لا ارادي الراجل بيعمله اول ما يشوف واحدة هو معجب بيها، او مثلا واحدة مشدود لها ومنجذب لها قوي يعني. ماشي حبايبي. تاسع نقطة معانا برضو، علامة من علامات انجذاب واعجاب الرجل بالمرأة، هتلاقيه ان هو على طول طول ما انت قاعدة بيقلد حركات جسمك اللي هي طبعا لغة الجسد. هتلاقيه ان هو عاوز يكسب ثقتك، عايز ان هو يكسب ثقتك فيه، يعني عايزك تثق فيه اكتر من كده. كمان هتلاقيه ان هو على طول بيقلد حركاتك، طبعا دي برضو بتكون لا ارادية، يعني هتلاقي انه بيقلد حركات جسمك مثلا وانت قاعده، حتى رجل على رجل هتلاقيه قاعد نفس الطريقه اللي انت قاعده بيها، وانت مثلا قاعده عامله يعني عامله اي شكل مثلا هتلاقيه قاعد عامل زيك برضو، حاطه ايدك على خدك بقى، قاعده حاطه رجل على رجل هتلاقيه برضو عامل نفس الحركه اللي انت عاملاها. فدي برضو دليل على انه معجب بيكي قوي قوي، وبيحاول ان هو يعمل زيك ويقلدك في كل حاجه حتى في ادق التفاصيل يعني. كمان حابه اقول لك ان عاشر نقطه، لو هو مثلا معاكي وانت قاعده معاه مش هيقعد يبص في التليفون كتير، هيسيب هيركن الموبايل على جنب خالص، وهينتبه معاكي وليكي انت اكتر، يعني معنى صح هتكون كأن الدنيا كلها معاه اللي هو انت، يعني هيكون تركيزه كله معاكي انت، مش هيبص في تليفونه خالص، هيسيب تليفونه في الوقت حتى على الاقل اللي انت قاعده معاه فيه، يعني هيركز معاكي انت اكتر. النقطة رقم 11 بقى يا حبايبي، ودي آخر نقطة معانا، علامات انجذاب الرجل للمرأة، هتلاقيه ان هو الرجل المنجذب للست دايما او المعجب بيها، هتلاقيه ان هو دايما عايز يعرف هي فين، عايز يعرف تحركاتها فين، طب انت فين دلوقتي، هتلاقيه دايما عنده فضول ان هو يسألك انت رايحة فين دلوقتي، طب انت مثلا فين دلوقتي، في المكان الفلاني بتعملي ايه مثلا، هتلاقيه دايما ان هو عنده فضول ان يعرف تحركاتك، طب انت رايحه فين دلوقتي، طب انت بتعملي ايه دلوقتي كده. فده طبعا دليل على انه منجذب ليكي ومشدود ليكي جدا جدا، وعايز يعرف ادق التفاصيل، وعايز يعرف كل حاجه انت بتعملها في حياتك، عشان هو معجب بيكي جدا جدا، وكمان ممكن ان هو توصل لمرحله الارتباط يعني وكده. فدي طبعا حبايبي كانت نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده،
دي طبعا اهم النقاط او اهم العلامات اللي تعرفي بيها ازاي الراجل يكون، ازاي الراجل منجذب ليكي فعلا او هو مش منجذب ليكي اصلا، وانت يعني ممكن يكون بيتهيأ لك وكده. فدي طبعا كلها علامات مهمة جدا جدا، بتدل على انجذاب او اعجاب الراجل بالمرأة بمعنى اصح، او اعجاب الشاب بالبنت بمعنى اصح. اتمنى يكون فيديو النهاردة يا بنات استفدتوا بيه وفاتكم، واشوفكم يا رب ان شاء الله في حلقة جديدة على من قناة عالم منوعات. منوريني دايما حبايب قلبي، ولو عجبك الفيديو ما ياريت ما تنسانيش بقى في اللايكات والشير والسبسكرايب، وتفعلي زر الجرس كده عشان يوصلك كل الفيديوهات ان شاء الله وتشوفيها وتستفادي بيها. وما تنسوش برضو اللايك يا حبايبي عشان الفيديو دوت يوصل لكل البنات ويستفادوا منه ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على حلقة، اشوفكم على خير يا رب في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.